يوم الاثنين من الأسبوع الثاني من الصوم الكبير الإبراكسيس. الإبراكسيس فصل من أعمال أبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم المقدسة فلتكن معنا، أمين. وإن يوسف الذي لقبه الرسل برنبا، الذي تفسيره ابن العزائي اللاوي القبرصي الجنس، كان له حقل فباعه وأتى بثمنه وألقاه عند أقدام الرسل. وإن رجلا اسمه حنانيا مع سفيرة امرأته باع ملكا واختلس من ثمن الحقل، وامرأته تعلم ذلك، وأتى بجزء وألقاه عند أقدام الرسل. فقال له بطرس: يا حنانيا، لماذا ملأ الشيطان قلبك حتى تكذب على الروح القدس وتختلس من ثمن الحقل؟ أليس وهو باق كان يبقى لك؟ وإذ بعته ألم يكن في سلطانك؟ فلماذا جعلت في قلبك هذا الأمر؟ إنك لم تكذب على الناس بل على الله. فلما سمع حنانيا هذا الكلام سقط ومات، فوقع خوف عظيم على جميع الذين سمعوا بذلك. فنهض الأحداث وكفنوا وحملوه خارجا ودفنوه. ثم حدث بعد مدة نحو 3 ساعات دخلت امرأته وهي لم تعلم بما جرى، فأجابها بطرس: قولي لي، أبهذا الثمن بعتما الحقل؟ فقالت: نعم، بهذا المقدار. فقال لها بطرس: ما بالكما اتفقتما على تجربة روح الرب؟ وذا أقدام الذين دفنوا زوجك بالباب وسيحملونك أيضا. فسقطت في الحال عند قدميه وماتت. فلما دخل الأحداث وجدوها ميتة، فحملوها ودفنوها بجانب رجلها. فوقع خوف عظيم على جميع الكنيسة وعلى كل الذين سمعوا بذلك. لم تذل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة، أمين.